بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا بكم أيها الطلاب الأكارم في خدمة دروس في شركة تطوير لهذا الدرس الجديد في مادة لغتي الخالدة للصف الأول المتوسط. درسنا بعنوان أتواصل كتابيا. تمهيد. سنتعرف إن شاء الله على مهارات الحوار. أولا أتعرف على معنى الحوار. الحوار هو محادثة بين طرفين أو أكثر تتنامى من خلالها أفكار الموضوع المطروح حتى تتضح جوانبه. إذن هذا هو تعريف الحوار، محادثة بين طرفين أو أكثر تتنامى من خلالها أفكار الموضوع المطروح حتى تتضح جوانبه. تطبيق. أراد أحمد وزملاؤه أن يضعوا خطة عمل لصحيفة حائط في الصف عن الإعجاز العلمي في السنة النبوية، فاقترحوا ما يلي. الآن أحمد وزملاؤه كان معهم هذا الحوار لوضع خطة عمل لصحيفة حائط في الصف، فانظر إلى اقتراحات أحمد وزملائه. الاقتراح الأول اختيار رئيس تحرير ومخرج فني، هذا هو الاختيار الأول. الثاني حملة إعلانية للصحيفة، وأيضا طلب موافقة أولياء الأمور، وأيضا الرجوع إلى المكتبة، وأيضا إجراء حوار، وأيضا استئجار مطبعة. إذن خلص أحمد وزملاؤه في حوارهم إلى هذه الاقتراحات الست. الآن أيها الطالب الكريم، أصنف الاقتراحات السابقة التي سبق أن قلناها قبل قليل وتعرفنا عليها إلى ما يناسب عمل صحيفة وما لا يناسبها، ثم أدونها في الحقول التالية. إذن سنقوم بتصنيف الاقتراحات السابقة إلى ما يناسب عمل صحيفة وما لا يناسبها. انظر، هذه هي الاقتراحات الستة التي اقترحها أحمد وزملاؤه لعمل صحيفة حائط في فصل. هذه الاقتراحات هي ست اقتراحات، نريد أن نصنف هذه الاقتراحات إلى اقتراحات مناسبة واقتراحات غير مناسبة. مناسبة لماذا؟ مناسبة لأن تكون موافقة لعمل صحيفة في الصف، وغير مناسبة وغير مجدية هذه الاقتراحات، وغير مناسبة لعمل صحيفة في الصف. إذا نأتي للاختيار أو الاقتراح الأول، اختيار رئيس تحرير ومخرج فني. هل ترى أيها الطالب الكريم أن هذا الاقتراح من أحمد وزملائه مناسب لعمل صحيفة في الصف؟ ها؟ أحسنت، نعم، هذا الاقتراح هو مناسب لعمل صحيفة في الصف. طيب، إذن اختيار رئيس تحرير ومخرج فني هو مناسب لعمل صحيفة في الصف. طيب، نأتي الاختيار الثاني، رقم 2، حملة إعلانية للصحيفة. هل تحتاج الصحيفة إلى إعلان؟ هل تستطيع، هل هذا مناسب أم غير مناسب؟ أحسنت، هي غير مناسبة لأنها ستكون في الصف، فحملة إعلانية لها غير مناسبة. نأتي الآن إلى الاقتراح الثالث، طلب موافقة أولياء الأمور. هل عمل صحيفة في الصف يلزم منه طلب موافقة أولياء الأمور؟ ها، هل نقول مناسب أم غير مناسب؟ أحسنت، غير مناسبة. هذا الاقتراح غير مناسب لعمل صحيفة في الصف، لأنه غير مناسب ولا يحتاج إلى طلب موافقة أولياء الأمور. نأتي إلى الاقتراح الرابع، الرجوع إلى المكتبة. ما رأيك؟ ها، عندما نقوم بعمل صحيفة في الصف، ها، أحسنت، الرجوع إلى المكتبة مناسب لهذا العمل، لذلك وضعناه في جملة الاقتراحات المناسبة. نأتي إلى الاقتراح الخامس، إجراء حوار. ها،
إجراء حوار، هل هو من الاقتراحات المناسبة أم غير المناسبة؟ أحسنت، إجراء الحوار مناسب من الاقتراحات المناسبة لعمل صحيفة في الصف. أحسنت. نأتي إلى الاقتراح الأخير، استئجار مطبعة، ما رأيك؟ أحسنت، هو من الاقتراحات الغير مناسبة، إذ لا يحتاج عمل صحيفة في الصف أن نستأجر مطبعة كاملة. أحسنت، إذن هنا اقتراحات مناسبة وهنا اقتراحات غير مناسبة. أحسنت. الآن يا طالب الكريم، أي من الاقتراحات المناسبة لعمل صحيفة لا يتم إلا بوجود طرفين فأكثر؟ أعلل الإجابة. انظر، هذه هي الاقتراحات المناسبة: أولا اختيار رئيس تحرير ومخرج فني، ثانيا الرجوع إلى المكتبة، ثالثا إجراء الحوار. هذه هي التي استنتجناها قبل قليل، فأي منها يحتاج أو لا يتم إلا بوجود طرفين؟ هل هو اختيار رئيس تحرير ومخرج فني أم الرجوع إلى المكتبة أم إجراء حوار؟ ها، هل تعرف؟ أحسنت، إجراء الحوار. نحن تعرفنا في التمهيد أن إجراء الحوار أو الحوار عمل لا بد أن يكون بين الطرفين فأكثر. طيب، أعلل الإجابة، لماذا إجراء الحوار لا بد له من طرفين فأكثر؟ ها، أحسنت، لأنه محادثة بين طرفين أو أكثر تتنامى من خلالها أفكار الموضوع المطروح حتى تتضح جوانبه. أحسنت. تقويم، أضع إشارة صح يمين العبارة الصحيحة: من الاقتراحات المناسبة التي تحتاج إلى طرفين إجراء الحوار، أم من الاقتراحات المناسبة التي تحتاج إلى طرفين الذهاب إلى المكتبة، أم من الاقتراحات المناسبة التي تحتاج إلى طرفين هي رئيس تحرير؟ ها، أي من هذه الإجابات صحيح؟ أحسنت، نعم، هو إجراء الحوار، إذ لا بد له من طرفين فأكثر. نخلص في هذا الدرس إلى تواصل كتابيا إلى تعرفنا على الحوار، وقلنا بأنه محادثة بين طرفين أو أكثر تتنامى من خلالها أفكار الموضوع المطروح حتى تتضح جوانبه، وقمنا بالتطبيق على أحمد وزملائه عندما أرادوا عمل صحيفة في الصف،